ضميمة أخرى، وهذه في قبول رواية المبتدع أو ردها. فكما قلنا إن البعض قالوا بالقبول مطلقا، وبعضهم قالوا بالرد مطلقا، وبعضهم فصلوا فقالوا إن كان يدعو إلى بدعته لا تقبل، وإلا تقبل إن توفرت فيه شروط القبول، وهذا أعدل الأقوال عند ابن الصلاح، فإن الشيخين قد أخرجا لهم. وإن قيل إن احتجاج الشيخين بمثل عمران بن حطان الخارجي الذي كان يمدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، ومثل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الذي رمي بالإرجاء وكان داعيان إلى ما يعتقدانه، فنقول إن أبا داود قال ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، لأن الكذب عندهم من الكبائر. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج قال ولم يحتج مسلم بعبد الحميد، بل أخرج له في مقدمته، وابن معين وثق عبد الحميد. ثم المبتدعة الذين أخرج لهم الشيخان أنواع: الأول منهم من رمي بالإرجاء، وهو من يؤخر القول بالحكم على مرتكب الكبائر بالنار، مثل إبراهيم بن طهمان وعبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني. الثاني منهم من رمي بالنصب، وهو بغض علي كرم الله وجهه، وتقديم غيره عليه، مثل بهز بن أسد وحس بن نمير وقيس بن أبي حازم. الثالث منهم من رمي بالتشيع، وهو تقديم علي على الصحابة، مثل عبد الرزاق بن همام والفضل بن دكين وعبد الله دكين والفضل بن دكين وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. الرابع ومنهم من رمي بالقدر، يزعم أن الشر من خلق العبد، مثل صالح بن كيسان وهارون بن موسى الأعور النحوي ووهب بن المنبه. الخامس ومنهم من رمي برأي أبي جهم، وهو نفي صفات الله والقول بخلق القرآن، مثل بشر بن السري. ومنهم من رمي بالحرورية، وهم الخوارج الذين أنكروا عليا على الحكم في الصفين وتبرأوا منه، وكذلك تبرأوا من عثمان ومعاوية وذويهما، مثل عكرمة مولى ابن عباس ووليد بن كثير. ومنهم من رمي بالوقف، وهو ألا يقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، بل يتوقف فلا يظهر رأيه، مثل علي بن هشام. والثامن ومنهم من يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، ويسمون بالقاعدين، مثل عمران بن قحطان. ونقول إن أكثر هذا هو التقول والافتراء، ويمكن أن بعضهم كانوا يقولون بتفضيل جزئي لعلي رضي الله عنه، فقيل فيه أنه يتقي، وحدث كذلك للإمام الشافعي حتى قال لو كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. وقيل في أبي حنيفة إنه من أهل الإرجاء، ولكن لا بالمعنى المصطلح للإرجاء والمرجئة، بل بمعنى أنه لا يقول بالأعمال كجزء الإيمان، بل يرجئها ويؤخرها. بل يرجئها ويؤخرها عن حقيقة الإيمان. وقال السيوطي إن في رواة البخاري 15 من المرجئة، وسبعة من النواصب، وستة وعشرون من أهل التشيع، وثمانية وعشرون من القدرية والخوارج. وعلى كل حال فالمعيار عنده هي العدالة وعدم الدعوة إلى بدعته. طرق التحمل والأداء. طرق التحمل والأداء. والتحمل هو أخذ الحديث ونقله عن الآخر، وهو المسمى بالشيخ عند أهل الاصطلاح. وأما الأداء فرواية الحديث وتبليغه لطالب بعد تحمله. واشترطوا للمتحمل أن يكون ضابطا مميزا، ثم حددوا للتمييز عمرا. ولكن البخاري روى حديثا عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وانا ابن خمس سنين. فقال القاضي عياض إنه أول زمن يصح فيه السماع للصغير. وبعضهم حددوا بعشر وبعضهم بعشرين، بينما حدد البعض بثلاثين. والحال أن الناس يختلف عقولهم وفهمهم، فالعبرة بالتمييز والضبط، يفهم الخطاب ويرد الجواب. وأجازوا كذلك تحمل غير المسلم إذا أداه بعد الإسلام، كحديث أبي سفيان مع هرقل. فلا بد للأداء أن يكون مسلما عاقلا بالغا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة،
حافظا لما يرويه إن كان يروي من ضبطه ولكتابه إن كان يرويه منه وأن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني إن كان ما يروى بالمعنى ولكل طريق من طرق التحمل ألفاظ وصيغ في أدائها وأقسام التحمل ثمانية. بسم الله. دميمة مفرأة second appendix. وهذه في قبول رواية المبتدع أو ردها. يعني اختلف العلماء هل تقبل رواية المبتدع أي من اشتهر ببدعة؟ لا من ارتكب بدعة إما جهالة أو ظنا أنه صحيح. لا الذي يتشبث بالبدعات. وهذه في قبول رواية المبتدع أو ردها فكما قلنا إن البعض قالوا بالقبول مطلقا. قالوا لأن نعم رواية المبتدعين قبولنا. وبعضهم قالوا بالرد مطلقا. فكلاهما متنتعون. من هو المتنتع؟ فاندميكلاست أريسيمس. كلاهما إكستيمس متشددون. There is one chapter هناك باب في كتاب الإمام رحمة الله عليه هو يتكلم عن التحريف ويذكر للتحريف 8 أسباب وواحد من هذه الأسباب هو التشدد في الأحكام والثاني التعمق في الأحكام والثالث والرابع وما إلى ذلك. سوف تجد أن إمام هو عالم ناجي الآخر كلا. وبعضهم فصلوا فقالوا إن كان يدعو إلى بدعته لا تقبل وإلا تقبل إن توفرت فيه شروط القبول. يعني إن كانت توجد في شروط قبول الرواية وشروط قبول الرواية قد ذكرنا في ما قبل ما نقله عدن تام الضبط بسند المتصل من غير شذوذ ولا علة فهذه الصفات الخمسة كانت موجودة في روايته وإنه اشتهر بأنه لا يدعو إلى بدعته. هو يعتقد ما يعتقد ويفعل ما يفعل ولكن لا يصر حتى على تلاميذه أن يتبعوه. مفهوم؟ فهذا رجل هو عادل رجل عدل. إن كان لا يدعو إن كان يدعو إلى بلدي لا تقبل وإن لا تقبل إن توفرت فيه شروط القبول. وهذا أعدل الأقوال عند ابن الصلاح وابن الصلاح هو من النقاد فإن الشيخين يعني هذا الدليل دليل لابن الصلاح. يعني لماذا يقول إن كان لا يدعو إلى بدعته فروايته مقبولة؟ لأن الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله إنهم قد أخرجا لهؤلاء الأحاديث. فلو لم تكن روايته مقبولة ففي الصحيح كيف أخرجا الأحاديث عن هؤلاء؟ فهمت؟ وإن قيل إن احتجاج الشيخين بمثل عمران بن حطان الخارجي الذي كان يمدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجر لأنه كان خارجيا فمن قتل علي فقال رحمه الله أخلصنا عن فتنة. فعلى كل حال ومثل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الذي رمي بالإرجاء. من هو المرجئة؟ قد صار سؤالنا في ذاك الدرس. فمن هو المرجئة؟ مرجئة إمامهم جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يذكر معه لا التصديق وهو غير معروف ومعلوم لنا لا نعرف تصديق أحد لأن معاملة القلب مفهوم. ولكن قال من قال لا إله إلا الله فكان يقول الإقرار فقط يكتفي حتى ولو لم يصلي في سائر عمره صلاة واحدة. مفهوم؟ فهذا هو الإرجاء. الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان كلا. تأخير العمل عن الإيمان كل أنه لا دخل للعمل في الإيمان بمعنى لا نحتاج إلى العمل. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول الجنة. مفهوم؟ مستدل من قوله من قال لا من قال لا رسول الله قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أنا الذي كنت أفهمه أنهم يعني
لا يصدرون عليه حكما، لا يقولون به يعني بكفرها. لا لا لا، انهم يقولون انه سوف يذهب الى جنه، لا نحتاج الى العمل، لو فعله احد سوف يرتقي درجات عاليه، سوف يرتقي درجات عاليه، او نفس الدخول الى سينما سوداء كافي. لكن هم انشقوا من الخوارج ايضا. نعم، هم من الخوارج، خرجوا كثيرا حتى ولم تقع لهم اي علاقه مع الخوارج، انهم انكروا ما يقولون الخوارج. يعني انظر الى هؤلاء الخوارج، انهم يكفرون احدا بترك عمل واحد، وهؤلاء لا يكفرون بكل الاعمال. وكان داعيين الى ما يعتقدانه. لماذا لا يعني امام مسلم والبخاري انهم لا يخرجان الحديث عن هذين، لانهما كانا يعتقد ان مسلما وان قيل ان احتجاج الشيخين انهم كانوا ياخذون عنه ان احتجاج الشيخين مثل عمران بن الخطاب الخارجي الذي كان يمدح قاتل علي، فمعنى ذلك انما قلت ان كان لا يدعو الى بدعته فحديثه مقبوله، حديثه مقبوله، لان الشيخين انهم احتجوا. فنقول ان ابا داود قال ليس في اهل الاهواء اصح حديثا من الخوارج، لان الكذب عندهم من الكبائر. ثم ذكر ابو داود عمران بن حطان وابا حسان الاعرج وقال ولم يحتج، وقال ايمن ابو داود، وقال ابو داود ولم يحتج مسلم بعبد الحميد بل اخرج له في مقدمته، فهذا ليس من قبيل الاحتجاج، في مقدمته انه يسر عن كثيرين وقد يرد عليهم، بل اخرج له في مقدمته. وابن معين وثق عبد الحميد، يعني معنى ذلك ان مسلما رحمه الله انه لم يحتج به، ولكن ابن معين هو كريتيريا انه يستثني الخوارج بسبب اعتقادهم في ان الكذبه يخل، يعني انهم لا يدعون، لكن المرجئه لم يعني لم ياخذ منهم لانهم لا لا. نعم، ولكن المرجئه كذلك سوف ياتي الامام السيوطي رحمه الله عليه. يعني لا نقصد في حاله الشيخين، لانه لم يوثق عبد الحميد بسبب ارجائه. لا لا لا، بسبب ارجائه، يعني يمكن لان الامام مسلم انه ينقل عن بعض المرجئه كذلك. ثم المرجئه انه لم يوثقه، انه لم يوثق، والتوثيق قد يكون من اجل صفه وقد يكون من اجل صفه اخرى. ثم المبتدع الذين اخرج لهم الشيخان انواع، الاول منهم من رمي بالارجاء، وهو من يؤخر القول بالحكم على مرتكب الكبائر كما قلت، مفهوم؟ انهم لا يحكم عليه، من هو؟ ارتكب الكبائر لا نقول فيها اي شيء، سكوت او التوقف. من يؤخر القول بالحكم على مرتكب الكبائر بان مثل ابراهيم بن تهمان، سوف ترى كثيرا من الروايات في الصحاح عن ابراهيم بن تهمان، يعني تقريبا لو لم تكن في كل صفحه، في كل رابع صفحه من الصحاح صفحه قال حدثنا ابراهيم بن تهمان، هو محدث كبير، مثل ابراهيم بن تهمان وعبد الحميد بن عبد الرحمن ابو يحيى الحماني الحماني ذا سايم وان، بس هنا انه ذكر كنيته كذلك انه ابو يحيى. الثاني ومنهم من رمي بالنسب ناسبه، وهو من هم الناسبه؟ انهم يبغضون عليا، وهو بغض عليا كرم الله وجهه والتقديم غيره، لا يبغضون عليا فقط، انهم يقولون بصلاح يزيد بن معاويه كذلك، في بغض عن البيت، في بغض عن البيت انهم يثبتون صلاح يزيد بن معاويه. نحن لا نقول كثيرا في يزيد بن معاويه، نفوض امره الى الله عز وجل، لكن نقول كان قضاء صالحا وقضاء صالحا. نعم، لكن يعني ايضا فند الذين يعني يقولون انه كان يعني لا يعني كلا الفريقين انهما يتشددان، اذا ما جاء التعصب يرتحل العدل وكثيرا ما العقل كذلك. ومنهم من رمي بالنسب وهو بغض علي كرم الله وجهه وتقديم غيري علي مثل باز بن اسد وحسن بن نمير وقيس بن ابي حازم، انهم رموا بالنسب وانه من الناسبه. الثالث
ومنهم من رمي بالتشيع، يعني لم يكن شيعيا ولكن اتهم بالتشيع، مفهوم؟ وكما قلت لك إن العلماء الذين كانوا يسكنون في كوفة، وكوفة كان الشيعة دامنت، مفهوم؟ فرغم أنه لم يكونوا شيعة ولكنهم كانوا يتشيعون. تعرف الفرق في الشيعية والتشيع، يعني يظهرون ظاهرا كأنهم منهم، فكانوا يقولون الإمام علي رضي الله تعالى عنه كما قال وعليه الصلاة والسلام كما قال كذلك. فلغة هذا ليس بكلمة يعني لا تجوز، ولكن مصطلحا هذا الكلمة للأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات، فنقول للصحابة الترضية وللأولياء الترحيم وللرسل السلام. لكن هذا يقال يجوز لأهل البيت قول السلام عليه السلام؟ لا، يعني أما نفس الجواز ولماذا يقوله هؤلاء؟ استعمال الموهمات قبيح. أهل التشيع يقولون على عقيدة أنهم كانوا أفضل من الأنبياء، مفهوم؟ فإذا كانت هذه عقيدة ويوهم منه هكذا فاستعمال الموهمات قبيح، عليك أن تكتب هذه القاعدة. واستعمال الموهمات قبيح في الشارع. كما ترى إن يتعمم بالعوامات الصدى كثيرة، مفهوم؟ ولكن عندنا هناك منطقة في بلادنا وهو منطقة أهل التشيع فيه بكثرة، فمتعمى أذهب إلى تلك المنطقة يتعمم بالعوامات الأخرى، لا لأنه يتعمم بالعوامات الصدى، فليس لي أي بغض في العوامات الصدى، ولكن لأن لا أتهم بالتشيع أو بالمنافقة. عند العرب إذا نفتح مثلا مرض الصداع مباشرة يتعلق بالتشيع. لا، هذه مسألة، لأن هناك تعصب بين أهل السنة وأهل التشيع. مفهوم؟ وإلا فماذا يقولون عن بني عباس؟ إن الجدان غرب السوق. كنا نتعمم بالصداع والخضراء. نعم. فلا شأن لنا بالألوان، ولكن على كل حال إذا ما عرفت كعلامة أو كشعار لأي فرقة مبتدعة فعلينا أن نتركها في تلك المنطقة. لكنهم أيضا يعني يتعممون بالبيضاء وتسمونها للأسياد الشيعة، يعني هم البيضاء قليلا ما أراهم يتبيضون. السادة يتعممون بالسوداء وغير السادة يتعممون بالبيضاء. يتعممون بالبيضاء. فعلى كل حال يعني لا شأن لنا بالألوان، ولكن استعمال الرموز قبيح. وعلى كل حال ومنهم من رمي بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة، مثل عبد الرزاق بن همام. عبد الرزاق بن همام مصنف عبد الرزاق كتاب شهير، ولكن كان في الكوفة، كان في الكوفة، وإنه كان حنفيا، ولأجزة ترى في كتب الحنفية مستدلين بما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة كذلك اتهم بالتشيع، لأنهم كانوا يسكنان، كانا يسكنان في أيش؟ في الكوفة. وكما تعرف إن لا أتهم جميع أهل التشيع، إن بعض الشيعيين إنهم غلاة، فإنهم يقتلون من يسكن فيهم ولا يكون شيعة، مفهوم؟ والفضل بن مكين وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومنهم من رمي بالقدر يزعم أن الشر من خلق العبد. لا، الشر من خلق العبد، أصلهم يقولون إن العمل من خلق العبد، إن عمل من خلق العبد. وأما أهل السنة فإنهم يفرقون بين الخلق والكسب، أن الله عز وجل خلق الخير والشر، والعبد يختار أحدهما فهو يكسبه، مفهوم؟ ليس هو بخالق العمل، العمل نفسه كعمل خلقه من؟ الله. كسبه من؟ العبد.
فهمت؟ هذه مسألة في علم الكلام، مسألة شهيرة المختلفة، ونحن نستدل أهل السنة نستدل بقول الله عز وجل: ولو خلقكم وما تعملون، ولو خلقكم وما تعملون. وإنهم يقولون لو قلنا إن الله خلق الأعمال كلها فنسبة خلق الزنا إلى الله عز وجل، فإنهم يفرون عن هذا. أو خلق الزنا، أو خلق الإغلام، أو خلق كذا وكذا. فنحن نقول إن الخلق ليس بأمر كبير، الأمر القبيح هو الكسب، الأمر القبيح هو الكسب، وإلا فنحن نقول أدبنا نقول، ولكن هذا يجوز، نقول إنه خلق الخنزير وخلق خلق الكلاب، مفهوم؟ خلق، فأي شيء في خلق الخنزير هو الخالق. ولحد ذلك نقول في الإيمان المفصل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فمعناه أنه خلقهما، ومعناه أنه إذا قدره فسوف يحدث، إذا قدره فسوف يحدث. ومن رمي بالقدر يرغم من شر من خلق العبد، ومن فيهم صالح بن كيسان وهارون موسى الأعور النحوي وواهب بن منبه. واهب بن منبه في جانب التصوف والسلوك هو رجل كان مع الله عز وجل، ولكن في هذا يا سبحان الله. ومنهم رمي برأي أبي جهم وهو نفي صفات الله والقول بخلق القرآن مثل بشر بن السري. ومنهم رمي بالحرورية كما ذكرت في الدرس الآخر إنهم اجتمعوا لأول مرة وتعالى تركوا سيدنا علي رضي الله تعالى، إنهم اجتمعوا في أين؟ في الحروراء، فلأجل سموا بالحروراء بالحرورية أولا، وفيما بعد إنهم سموا الخوارج. وهم الخوارج الذين أنكروا علي على الحكم التحكيم في الصفين وتبرأوا منه، وكذلك تبرأوا من عثمان ومعاوية وزويهما. ذريما من له كان علاقة لهما، علاقة بهما، مثل عكرمة مولى ابن عباس والوليد بن كثير. السابع: ومنهم من رمي بالوقف وهو ألا يقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يعني إذا ما صارته القرآن مخلوق أو غير مخلوق. فهذا نحن نقول له المتوقفين، لكن في ذاك الوقت يعني هذا محمد وقليل الأغلب فقط فهم المتوقفون، فهم. ولأجل ذا استعمل البخاري رحمة الله عليه كلامه وكلمته عندما جاء إلى بلاده، يعني كان الناس يخرجونه من بلدهم إلى بلده، لأن العلماء كانوا يخافون من شهرته ومحبوبيته ومقبوليته، فكانوا يقولون إنه يرمى الناس شيء لو سمحت. نعم، إنه كان يخرج من بلاد إلى بلاد إلى بلاد، لأن طلاب الحديث كانوا يجتمعون إلى إمام البخاري، فالشيخ الذي كان يجتمع إليه الناس تركوه وذهبوا إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه. حتى الإمام الزهري، نعم زهري، الزهري باللام، وهو شيخ البخاري، وهو شيخ البخاري، مفهوم؟ أبو يحيى الزهري رحمة الله عليه كان محدثا كبيرا، ولكن متى ما رجع البخاري إلى بلده عن أسفار ثقيلة فهو خرج لاستقباله يستقبله، وألوف من الناس إنهم استقبلوه في بلاده، ولكن متى ما بدأ بالدرس والناس تركوا الإمام أبو يحيى الزهري وجاءوا الإمام البخاري، جاءوا إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه، فقيل إن الزهري أرسل إليه علماء أن يسألوه أثناء الدرس: وماذا تقول في خلق القرآن؟ يعني هذه كانت كلمة سبحان، إما هذا وإما هذا، في كلا السنتين هناك فتنة، مفهوم؟ ماذا تقول في خلق القرآن؟
فقال البخاري لأنه قد أخرج بهذه المسألة المختلفة في البلاد. ماذا تقول؟ فإنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. كلام ذو وجهين، لفظي بالقرآن مخلوق، إنما لفظي بمعنى عقيدتي، عقيدتي بالقرآن مخلوق، هذه عقيدة المعتزلة، عقيدة من؟ عقيدة المعتزلة. واللفظي بالقرآن مخلوق معناه إذا ما أقرأ أنا فهو مخلوق. وهذا نقول، هذا نقول نحن، يعني القرآن ككلام الله، كلامي النفسي، نحن نقول هو الكلام النفسي، الكلام فنحن نقول الكلام النفسي قديم غير مخلوق، والكلام النفسي مخلوق، والكلام النفسي مخلوق، فهمت أم لا؟ فإنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، فكان لك أن تؤوله بأي طريق؟ فاتهم أنه قد اعتزل، اتهم أنه قد اعتزل، وهذا كان وقت حينما وقال يا رب أريد لقاءك الآن، أريد لقاءك. ففي يومين وثلاث ذهب إلى الله عز وجل. لكن يعني يبدو كأنه لا يكاد يخلو يعني ذكر شيخنا أو إمام في أي من مجالات إلا وقد رمي بشيء من البدع. هذه مسألة. ومنهم من رمي بالوقف وهو لا يقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، بل يتوقف فلا يظهر رأيا مثل علي بن هشام. طيب هل يقال أيضا الإمام البخاري رمي بالوقف يعني بهذه الصورة؟ إنه لم يرمى بالوقف، إنه رموه بالاعتزال، إنه قال لفظي بالقرآن مخلوق ولفظي معنى عقيدتي. أخذوا بهذه الشهوة. نعم. ومنهم من يرى ولم يسأل أي واحد الإمام البخاري عن مزيد التفسير، إنه قال كلامه هكذا تعمية. هم يتصيدونه أصلاً. نعم. ومنهم من يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، ويصمون بالقاعدين مثل عمران بن قحطان. ونقول إن أكثر هذا هو التقول والافتراء. التقول يعني الكلام المخترع، التقول والافتراء. ويمكن أن بعضهم كانوا يقولون بتفصيل جزئي لعلي رضي الله عنه فقيل فيه إنه تشيع أو إنه صار شيعيا. لا، إنه كان يقول إن علي كان أفضل، إن علي كان وكان لا يقول أي شيء سيء في أبي بكر وعمر رضي الله عنه، مثل التفصيلية، مثل التفصيلية. إنه يتقي وحد، وحدث كذلك للإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأنه كان يحب أهل البيت ويمدحهم في درسه، كان يحب أهل البيت ويمدحهم. لماذا؟ لأنه كان لا يحب بني العباس في خلافتهم، بني العباس في خلافتهم، فكان يقول لابد أن يكون رجلا صالحا من أهل البيت يتسلم الأمة، مفهوم؟ فكانت مسألة سياسية. لم يكن يعتبر بن العباس من اهل البيت؟ لا 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 بهذا المعنى، لا بهذا المعنى، مفهوم؟ لأقول لك شيئا، إنهم استغلوا هذه الكلمة لحصول الخلافة، وإلا فالناس إنهم قاموا ضد بني أمية تحت أئمة أهل البيت من أولاد حسين وأولاد علي رضي الله عنه. وإني قد كتبت كتاب خلف خلافة بني أمية تقريبا 1000 صفحات ولكن باللغة الأردية، فعلى كل حال إني كتبت فيها جميع التفاصيل. لأن أول من وقف أمام بني أمية من هو؟ كان من أولاد علي رضي الله عنه، لكن هؤلاء كانوا بنو الأعمام فإنهم وقفوا عنده، وقفوا عنده، والناس كانوا وراء هؤلاء، وراء أولاد علي، وراء أولاد، ولكن كانوا معهم لأنهم كانوا أبناء عمهم. ولكن فيما بعد حينما فر بنو أمية فهو العباس الصفاح جنبه وقبض على الخلافة وقال
من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو العباس الصفاح من ولد عبد الله بن عباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الناس قد قاموا ضد بني أمية باسم أهل البيت وكانوا يعتقدون في أولاد علي أنهم أهل البيت، مفهوم؟ يعني هذه مسألة علمية ما سألناها ولم يكونوا من أهل البيت، نحن نقولوا هم أهل البيت، ولكن الذين ثاروا ضد بني أمية ويعتقدون هكذا إنهم كانوا يعتقدون في أولاد علي رضوان الله عليهم أجمعين. وعلى كل حال هذه مسائل سياسية. ومنهم ونقول إن أكثر هذا هو التقول والافتراء، ويمكن أن بعضهم كانوا يقولون بتفسير الجزئي لعلي رضي الله عنه فقيل فيه إنه يتقي، يعني مين؟ قيل في ذاك العالم مثل عبد الرزاق بن همام إنه يتقي، إنه يتقي أي يحفظ نفسه مثل هذه الكلمات. فهم يعني إنهم كانوا يفعلون بالتعمية، هذا يقال له لا التقية للشيعة، نعم، وأما لأهل السنة فنحن نقول له تعمية أو تربية، تعمية أو تربية. والسند في هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعله كبيرهم هذا، فنظر في النجوم فقال إني سقيم، وقيل في سارة إنه أختي، قيل في زوجتي سارة إنه أختي. وحدث كذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ولأجل جاءوا به من اليمن إلى بغداد مشددا في السلاسل، ودون في السلاسل على رجليه وراء الفرسان، وراء الفرسان كانوا لا يحلون حتى للصلاة، كانوا لا يحلون حتى للصلاة، وكان يسألهم لو كان بإمكانه، فقال ليس هناك أمر من الخليفة أو إجازة من الخليفة، فكان يسأل ذلك. لأنه رمي بالتشيع، والتشيع إذا ما أردت أن تخرج أحدا من المكان فلا بد أن تتهمه في شيء من الدين، مفهوم؟ حتى يكون ضده من؟ العامة الناس. لو كانت مسألة سياسية فالناس لا شأن لهم تكون أنت رئيسا أو أنا رئيس، ترامب أو باراك أوباما، مفهوم؟ فعلى كل حال فلما الشافعي رحمة الله عليه إنه قد جاء به وقيل له بالنسبة للتشيع وما إلى ذلك وبالنسبة للتدخل في الأمور السياسية، فقال أنا رجل علم وعبادة ليس لي أي شأن به، فقال ولكنك تمدح فلانا وفلانا وفلانا، علماء من أهل البيت، إنك تمدح هؤلاء في دروسك، فقال أنا أحب هؤلاء لأنهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن الخليفة كان عباسيا، كان عباسيا، فقال إنهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل فاطمة رضي الله تعالى عنها، لم يكن من قبل علي، إنه كان بإمكان العباسي وأنا من جانب العباس، مفهوم؟ فقال من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك إنه قال شعرين لا أتذكر الآخر، ولكن واحد من هذين الشعرين لو كان رفضا، لأنهم اتهموا بالرفض التشيع، فقال لو كان رفضا حب آل محمد فليحد الثقلان أني رافضه، مفهوم؟ فبهذين الشعرين اطمأن الخليفة، قال خلاص، مفهوم؟ هؤلاء الأئمة الأربعة إنهم قد أوذوا كثيرا، قد أوذوا كثيرا، وكلهم كانوا مع أهل البيت، ولكن بعضهم صراحة مثل أبي حنيفة، لأنه كان صراحة معهم، لأنه كان رجلا ثريا ويعطي كثيرا من الثروة لزيد بن علي زين العابدين وإمام محمد الباقر وإمام جعفر الصادق، جلس مئات الآلاف إنهم كانوا وبذلك كانوا يعني يقاتلون هؤلاء. كان التقاؤه بهم يعني بسيط لا سنتين كان مع الإمام جعفر الصادق، وعلى كل حال بعد
تلك القصة والحوار عن لا هذا الحوار في أول لقاء إنه قد وقع نعم في مواصفين فقال لو لم أمكث سنتين مع الإمام جعفر الصادق لضيعت عمري لقلت ضيعت عمري وعلى كل حال فإنه قال ولكن اللقاء ليس بمطلوب الإعانة المالية يعني بإمكانك أن تعطيه بأي طريق ممكن وكان معلوما عنده فلما سئل فقال أنا أعينهم لأجل أنهم يحتاجون وإنهم أسخياء إنهم أسخياء وجبادون وكرماء إنهم يصرفون الأموال على الناس فأنا أعطيهم لأن رجل علم أين سئلنا أين أمشي وراء الفقراء والمساكين والمحتاجين فأنا أعطي هؤلاء وإنهم يعطون هذا فلأجل ذا كانوا يحتالون ويحيلون حيلة كيف ما نضربهم وكيف ما نسجنهم وكان عليك أن تكون قاضي القضاة وعليك أن تكون مفهوم فلأجل ذا لما يعني دعاه مرة المنصور خليفة المنصور وقال عليهم في يوم كذا وكذا فلم يحضر ذاك اليوم وجاء في الغد فقال له وزيره يا إمام الخليفة يدعوك أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فقال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لا أخالف هذه الآية أطعته فلذا جئت أطعته فلذا جئت فقال ولماذا لم تجئ بالأمس فقال ذهبت إلى أحد من تلاميذي كان مريضا مرضا شديدا فعوضته فقال ومن فقال لا شان لك به هو تلميذي وذهبت إليه فقال الوزير ذهبت إلى تلميذك ولم تأتي إلى أمير المؤمنين فقال نعم فقال وفضلت تلميذك على أمير المؤمنين فقال لا فضلت الله عز وجل على أمير المؤمنين فقال وكيف فضلت الله فقال إن هناك حديث قدسي يوم القيامة يقول الله عز وجل لأحد كنت مريضا فلم تعدني فقال وكيف تمرض وأنت رب العالمين فقال مرض عبد لي ولم تعده ولو عبدته لوجدتني عنده فقال فضلت لقاء الله عز وجل على فمرض اجلس يا وليد هؤلاء كانوا أناسا لو كان رفزا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض وقيل في أبي حنيفة أن أهل الإرجاء أنه اتهم بالإرجاء وأبو حنيفة يقول وأبو حنيفة إمام طائفة كبيرة كان من المرجئة كان من نعم يعني أنهم قالوا صحيح كان من المرجئة لأن مرجئة كان هناك نوعان كان هناك نوعين من المرجئة المرجئة المصطلحة والمرجئة الذين لا يعودون الأعمال جزء الإيمان فأبو حنيفة كما قلت لك في الدرس الآخر إنه كان يعود الأعمال جزء الإيمان من أهل الإرجاء ولكن لا بالمعنى المصطلح للإرجاء والمرجئة بل بمعنى أنه لا يقول بالأعمال كجزء إيمان بل يرجئها أو والإرجاء بمعنى التأخير قالوا أرجع وأخاه قالوا أرجه بمعنى أخر أمره والمرجع بمعنى المؤخر لأنهم يؤخرون الأعمال عن أصل الإيمان طيب في تلك المسألة يعني هو هل يقول أن الإيمان هو ماذا طيب أصلا إذا كان العمل ليس جزءا منه هو التصديق بالقلب فقط مفهوم هو يقول الإقرار في حالة العادية
هي مطلوبة، وفي حالة الإكراه هي ساقطة. فلو كان جزء من الإيمان لسقط بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب لا يعد ذلك استثناء من تلك حالة؟ لا 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 لا، يعني الجزء أسقطته في حالة الاستقرار وفي حالة الاختيار، فهذا نفي الشيء. لا، لكن هناك حالات استثنائية في لا لا. أما الإيمان فهي مسألة أخرى. الإيمان هو أمر بسيط، الإقرار لا يشمل أصل الإيمان. ويقول هو: أما الإقرار فهو شرط الإيمان، أما الإقرار فهو شرط الإيمان وليس بشرط الإيمان. اكتب هذه الكلمة كلمة علمية: إن الإقرار شرط الإيمان وليس بشرط الإيمان. شرط الإيمان وليس بشرط الإيمان. وأما الأعمال فمقتضى الإيمان وليس بشرط الإيمان. فمقتضى الإيمان، مقتضى يعني الإيمان يقتضي الأعمال، فمقتضى الإيمان وليس بشرطه. وليس بشطره، شطر معناه جزء. لكن طيب قد يقال ان سبب نزول الايه ان عمار رضي الله عنه، هذا شيء اخر، لا شان لنا بالنزول، اضر الاشياء في تفسير القران شان النزول. نعم، لكن اقصد ان المفهوم يعني اتلز الايه لتقول معناه ذلك ليس لك ان تسقط هذا الشرط في حالات عاديه. إسقاط الشرط لا ينفي المشروط في حالات الإكراه. إسقاط الشرط في حالات الإكراه، في حالات الإكراه لا ينفي المشروط. وقال السيوطي رحمة الله عليه: إن في رواة البخاري 15 من المرجئة وسبعة من النواصب وستة وعشرون من أهل التشيع وثمانية وعشرون من القدرية والخوارج. وعلى كل حال، حاصل الباب أن معيار صحة الحديث ليست هذه العقائد البدعية، بل معيار عنده هي العدالة وعدم الدعوة